أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في موعدنا الأخباري الجديد على قناتكم شوف تي في. بداية الحصاد غادي تكون بقراءة العناوين. فاجعة تهز حي بلفيدير بالبيضاء وتسقط قتيلين. أسعار سمك السردين مستقلة بالرغم من التساقطات المطرية. رئيس الحكومة يشيد بمجموعة العمران. بداية الحصاد من فاجعة حي بلفيدير واللي كتمثل في سقوط صور شركة خاصة بصناعة الأعلاف وهو ما تسبب في مقتل 2 الأشخاص وإصابة 3 آخرين. شوف تي في كانت حاضرة بمكان الواقعة، نمشيو نشوفو شنو وقع وتصريحات شهود عيان. ملي طاح الحيط ما كنتش حاضر، كنت خرج انا خرجت على الحيط، لقيت مع السيد اللي كاين داخل دابا كيغوت. نعم. المره اللي بقات الاخرى كيغوت. خرجت انا واحد الدري اخر، عتقنا واحد الدري شادي، كنعرف شادي عتقنا الدري شادي ما عرفتوش انايا، واحد شي كيبي له واحد اخر في الطوموبيل هو الاخر اللي خرجوا دابا. وواحد السيد ميكانيسيان حتى هو مات، الله يرحمه هذاك، الله يرحمه. واحد الدري صغير بقاو لينا ثلاثه الدري الصغار هما يتلفوني، واحد شتو زعما كان شتو غادي على رجله، وباقي جوج اخرين ما عرفت فين هما. جوج اخرين وواحد اخر قال يلاه سمع دابا خرجوه. باقيين مردومين. كاين شي دري صغار، باقي شي باقي شي جوج واقيلا مات واحد دري صغار. حاليا المشي شي كياس كتعطى لهذا الحيط. ما الصراحه ما عمني في خباري، انا ما عمني في خباري بصراحه تقال، ما عمني في خباري. وهذا الشيء اللي كاين ها؟ ديال السي كلمه هذيك بصراحه انا خدامه هنا اختي. اختبروا الناس مسكين طايح الحيط طاح ومسكين الله يرحمه ومسك الله يرحمه ومسك. وفي خبر اخر، اللقاء المنظم بمناسبه مرور 10 سنوات على تاسيس مجموعه العمران عرف حضور رئيس الحكومه سعد الدين العثماني اللي اشاد بعمل المجموعه في مجال السكن. نمشيو نشوفوا تصريح سعد الدين العثماني. 10 سنوات منذ تاسيس العمران ساهمت في تقليص العجز السكني بشكل مهم، ساهمت في تنويع العرض السكني، ساهمت في مع الشركاء عن طريق شراكات ممتده في يعني القطاع، في انعاش القطاع، ولكن لا تزال هناك خصائص ولا يزال هناك اشكالات، نحتاج الى حل الاشكالات وتجاوز الخصائص في المستقبل ان شاء الله. اي شيء حتى هو خصو المعالجات، كاين اشكالات، كاين الناس اللي كيستافدوا من السكن الاجتماعي ما عندهمش الحق يستافدوا منه، كاين الناس اللي كيستافدوا من السكن الاجتماعي باش يبيعوه ماشي باش يستافدوا منه بطريقه للسكن، فاذا هادشي كيحتاج للمعالجات. مباشره بعد التساقطات المطريه عبر العديد من المواطنين عن تخوفهم الشديد من ارتفاع اسعار سمك السردين، وخاصه ان معطيات السهرات كتقول على ان الاسعار غادي ترتفع وتوصل لاكثر من 20 درهم. مشيو تابعوا. دابا طاحت الشتا تيطيح الثمن ديال السردين. علاش تيطيح الثمن؟ حيت تكون الصياده ديال السردين الماء ملي تطيح الشتا السردين تيطلع الفوق، تيكثر السردين. كان السردين داير 20 درهم دابا داير 13 درهم، من 8 درهم حتى 13 درهم، هذا الشيء الثمن هو اللي كاين. بالنسبه لهاد الايامات السردين كان موجود، كان واحد الكميه كثيره، كان السردين موجود يعني رخيص، كانت كندير ما كان الصيد كان البحر كان شويه مكرمي، كانت خاصنا الشا وزين السردين. الحمد لله كان عطانا الله السردين كثير هذا العام، السردين كان واصل 12 درهم 13، بالعكس ما يكونش الريح ولا كانت الشا تيكون الخير معاه، ملي تيكون البرد عابش كيكون الحوت غالي، ولا كانت الشا مع البرد عاولوا الحوت قليل كيكون غالي. بالنسبه للسردين بعض المرات كيوصل حتى 7000 8000 ريال الشبكه، بالنسبه اللي غيجي غيبيعو ب 400 وغيصور فيه تريال. وبالنسبه ملي تيكون السردين رخيص كتكون بحال دابا مع الشا البرد شويه عاود ديما السردين يكون فايت 15 درهم بالنسبه للجو هذا. بالنسبه للسردين راه موجود وثمن مناسب من حيث السويقات، راه كاينه 13 درهم. وبالنسبه للسردين ديال كازا كيكون شويه ديال شويه الثمن، كتكون فيه تابت 2 دراهم بين ما بين الاخر ما بين الاخر، تكون 2 دراهم زايده باش تكون الجوده. هاد الاخرين تيكون جاي على ديال 13 درهم اصحاب السويقات كيجيبوا لهم اصحاب اسفي جديده اكادير، تيكون الحوت عاوتاني امبريسيف كاميو ولكن تيكون مزيان. وبالنسبه لنا حنا اصحاب المارشيت الاغلبيه ماشي كلشي اللي كيتسوق من البلاد، قليل اللي كيهود البلاد، كذاك اللي كيهود البلاد واللي كيجيب السردين شويه غالي في الصبحيه، كتكون شويه السردين اللي مبقيهم عليه ب 13 درهم من المرسى، ملي كتفوت ديك الحدود ديال 8 7 كيبقى السردين ما باغي حتى واحد، تيكون رخيص. كيجيبوا دابا ديك صحاب السويقات كيتسناو حتى 10 11 كيجيبوا السردين رخيص، يعني الشريك اللي داخل المارشيات الرباطين يعني كيمشيو بكري
كيشريو في الشريه الغاليه. وبالنسبه للعشره وكشي كيبقاو ديك صحاب السويق هضر كيدو سردي شويه رخيص. طاحش الشاي يكون غالي واقيلا، شحال ما تخدي تسدو كيكون غالي واقيلا. غالي عندنا في كازا ولكن رخيص في مناطق الاخرين، بلايص اللي فيهم مراسي كبار اللي معروفين، الميناء داكشي. هنا كازا غالي، الثمن الحقيقي هو 13 15 25 راه ما يمكنش. شمالنا كالامار راه سردين. السردين كاين دابا ما بين 13 درهم وما بين 15 درهم من صبات الشتاء، ما بقاش غالي كيف كان قبل ما تصب الشتاء. كان غالي شويه 20 25، دابا من صبات الشتاء 13 15 درهم. يلا تقديت غير الصباح شريته ب 15 درهم. وختام الحصاد غادي يكون بالخبر الرياضي. اكد مصدر شوف تي في على ان مصير مباراه المغرب التطواني والرجاء البيضاوي مازال مجهول، بعد ما اعلنت اللجنه اللي قامت بزياره ملعب ثانيه الرمل على انه غير جاهز لاحتضان هذه المباراه. بهذا الخبر الرياضي كنوصلوا مشاهدينا لختام الحصاد اليومي. الى اللقاء ودمتم في رعاية الله.